ده عن الشوط الاول يا كابتن عمر. اعتقد الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني. من وجهة نظرك بصرف النظر عن موضوع الريتم اللي بيتكلم عليه كابتن وليد، يعني هل هناك اسباب اخرى في الشوط الثاني خلت الاهلي يرجع لورا وخلت الدحيل يخش بقوة في اتجاه مرمى النادي الاهلي؟ بس كابتن هو يعني خلينا واقعين ونتكلم الحقيقة بصراحة. طبعا اهلي قدم شوط اولاني رائع جدا، بس في الاستحواذ الاهلي ما ضيعش فرصه الشوط الاولاني. صحيح، حتى الهدف اللي جاء هو تسديده يعني. وبالتالي كان انا شايف الاهلي كان همه الاستحواذ، وعنده قناعه ان في اي وقت من الاوقات هيجيب هدف، وده اللي اتحقق فعلا الشوط الاولاني. هو المبالغه من فريق الدحيل في النواحي الدفاعيه، كان في مبالغه بشكل كبير جدا، لانه عارف قوه النادي الاهلي وكان يهمه ما يدخلش فيه هدف. ده بالاضافه لان دي اول مشاركه للدحيل، وبالتالي خبرات، يعني هو عنده لعيبة خبرات، لكن هي خبرات المشاركة في البطولات وبطولة كبيرة زي دي. أعتقد كان في رهبة عند فريق الدحيل، يعني قالوها في التلفزيون إنه كان مبالغ ومحترم الأهلي زيادة عن اللزوم. لا، غصب عنه لازم يحترم الأهلي. معيز الكلام ده كلام ما كانش كويس. صح، يعني صحيح. لكن هو غصب عنه يحترم الأهلي، والأهلي أجبره على احترام الشوط الأولاني. الشوط الثاني يعني انا بقول وبختلف مع الناس، انا شايف المدرب بتاعه ذكي. كان ذكي جدا، هو بحس المدرب شاف الفرقه دي، فرقه النادي الاهلي مستحوذه. يعني الشوط الاولاني يعني اعتقد اكتر من 70% الاستحواذ. صحيح. يعني صحيح، لكن ما فيش فرص ضايعه. طب ما الشوط الثاني بدا يحط ونزل عناصر هجوميه قويه جدا، ده بالاضافه كان في ميس باص كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي في اوقات غريبه. الجزء الثالث اللي اتكلمت فيه يا كابتن، يعني انا معترض على نزول مروان محسن. ان الشوط الاولاني بدا، الشوط الثاني بدا الدحيل يهاجم، بدا يبقى في مساحات في خط الظهر عنده الضعيف، فانا كنت محتاج سرعات. عشان كده انا قلت كهربا ومحمد شريف كان لو كانوا موجودين اكيد كان هيبقى ليهم دور كبير جدا. مروان احنا عارفين بيجيد العاب الهواء ويقدر يبقى محطه كويسه وبتاع، ده ما كانش متاح في الشوط الثاني، الا حتى لما نزل ديانج الحقيقه عمل تسديده، ويعني لحد ما عمل حركه يعني. لكن انا شايف ان تراجع لعيبه النادي الاهلي ادى فرصه للعيبه الدحيل اللي هم خط هجوم قوي جدا على فكره، وضيعوا اكتر من فرصه يعني يقدروا يتعادلوا الشوط الثاني. فانا شايف ان موسيماني كان لازم يستعين بكهربا ومحمد شريف في ظل الهجمات الكتير لفريق الدحيل. فكان في مساحات كبيره كان بيتحرك فيها لوحده علي معلول. فانا شايف لولا وجود الحقيقه ايمن اشرف كابتن مدحت ومن وراه محمد الشناوي، كان ممكن يتعادلوا بشكل او باخر، لان كان هجماتهم خطيره جدا واستغلوا الجبهه اليمين ان ما كانش موفق جدا محمد هاني الحقيقه، ونعذره راجع من الاصابه يعني. لكن هو في النهايه النادي الاهلي واخد اللي هو عايزه. لكن انا شايف الشوط الثاني كان مختلف عن الشوط الاولاني مليون المية.